معنا جواد منان رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم اللي غادي يعطينا الرأي ديالو كذلك حول هذا بناء ملعب القرب هنا وملاعب القرب بصفة عامة بمدينة عكميسة. سي جواد مرحبا بك مرة أخرى معنا. بالنسبة باش نهضروا على الملعب هذا اللي غادي يتبنى، اسمح لي بالنسبة لنيت هذا الملعب هذا اللي كيتبنى هنايا اللي عاد عرفنا بأنه هو تابع الحي عين الخميس وجابوه يديروا في الغابه هنايا، وكانت كيف ما شفتي قبيله كانوا جمعيات هنايا داروا عريضه باش يتنقل المكان ديالو وما يكونش هنايا. واش نتوما مع بناء ملعب القرب هنايا؟ غير بالنسبه لملعب القرب هو المدينه كامله متجهه، علاش نجمع عين الخميس يجي لهنا؟ علاش هذا ما يدارش في درب عين الخميس؟ هذا ما عندناش اللي يديروه. انا كل حي تداه لان احنا تحرمنا منه. إلا مشينا نشوفو بالنسبة لهاد الملعب هذا مكرهتش أنا يهزو من تما ويديو ليا في الزرف ونحي المولد عقا ولا حفر مطي وحي السعادة وحي المجاورة تما حي عشوائية اللي هما كيجيو كيتدعلو الملاعب. أنا إلا جينا نتبعو بحال ملعب بحال هنا راه جانا بعيد ولكن كاين إخوان أخرين غيستافدو منا. علاش حنا مديرناش الملعب ديالنا بوحدنا؟ علاش هاد الملعب هذا الميزانية تصلح بهاد الملعب ماشي تصلح بها المنتوجات؟ راه الناس دابا مشات تصلح البطولة منهم حنا، حنا توقفت البطولة ديالنا خصنا نعملو. وي هذه مناسبة تعطينا المشكل ديالكم، المشكل ديال الملاعب اللي تعاني منه النادي ديالك بخصوص ما بقاش تيشارك في البطولة بانعدام الملاعب. بالنسبة لحنا البطولة ديالنا هذا العام كنا تبعنا وهما أصلا طلبوا لنا الملعب وحطينا دابا حاليا كاين مراسلة السيد رئيس البلدي على حسب الملعب عشان هو ما تعطيناش حاليا لأن كان عن الوقت كان الوقت اللي غادي ناخذوا في الملعب وتأخرنا منه. ودابا الان حنا في المنتزه وطلبنا اصلاح من مال المنتزه حتى هو ما غاديش يخليه وحنا دابا انا ما دام داو وليدي راه كيشتروا وكاين وقت دابا وعندنا لي ماتش تاع ميكالات وبغينا غير ديك السبعه الماتش تاع ميكالات كاين فرق اليوم دابا حاليا في برومي هو في الدوزيام ديفيزيون طالبين مباراه معنا للاسف كاس الصغرى للاسف ما عملش معنا. بالنسبه لك بناء ملعب هنا في هذا المكان بالضبط واش بغيتيه يكون هنايا واش تقدروا تستافدوا منه ولا لا؟ بالنسبه للملعب اللي كان هنا سوري ما استفدتش منه انا بالنسبه لي ولكن كان اخوان اخرى غيستافدوا منه غير هو خص يكون ملعب تاع الشعب يعني اللي جا غيلعب فيه ما غاديش كما كيوقعوا دابا بحال ملعب كما وقع دابا نمشيو احنا ملعب تاع 20 غوز يعني كتحط مراسله وكيجي واحد اخر عنده وصفات اخرى باش يقتل بزاف يعني وتيجي وتيحترق صوف كتسنالي وانت ربما حطيت انت شهر قبل منه ما كتسناليش وقعت لي انا عاود وقعت لي يعني ما خصش اذا كان غدا يدير ولاد الشعب كامل انا اللي جا غيلعب فيه الا كان غادي يجي ويجيب طوموبيل تو يدخل يلعب فيه ويبقاو تسال الترصيف لا ما نديرو بالنسبه للملعب تاع المامورا دابا ملعب تنضم بين الجهاز كامل دابا هو الوحيد دابا اللي عندنا تما اللي حول المكسب ديال الملعب 10 غوش ما بقاش مصالح الجمعيات الرياضيه في المدينه اللي تسدد هذا المشا والله يعاونوا سمحنا فيه دابا بقى الملعب تاع المامورا هو اللي بقى لينا كنتمنى دابا هو الجهاز كنتمنى باش يحاولوا ان يفتحوا علينا نا محتاج المباريات ليه ومحتاج الفروق اللي هما جايين على برا غيلعبوا معنا للاسف معنا دابا حنا كنا نستقبلوهم بعد المباراه هذا كنشوف بالنسبه للرئيس مجلس الاداره اللي حولي يبداو واحد المجهود يفتح لنا الملعب هذا الا بغينا نجيو حنا نستقبل الا كان الملعب هذا غادي يتسد غيتعطل النادي وغيشدوا وغيتسد على النادي اخر راه ما عندنا نديرو حنا كاع راه ما عندنا نديرو في الرياض ما تعرفوش مابقاش عندنا حتى هدف يعني كاين كما تنعرفوا جميع ان سي جواد رئيس نادي الوداد الرياضي عنده فئات صغرى اللي تتشارك في بطوله عصبه الغرب وهو هذه السنه تحرم من المشاركه لانه ما عندوش ملعب ولهذا هو تيطالب ملعب يستغل ملعب ديال معموره واللي جميع الفرق والانديه اللي تتشارك في البطولات الجهويه تتسنى بكل شغف افتتاح ملعب ديال المعموره ولهذا سي جواد تيطالب المسؤولين انه يستافد من الملعب الكبير ديال المعموره اللي معروف بالملعب الحنفي. شي كلمه اخيره سي جواد؟ هو كلمه اخيره اللي غادي نقول نتمنى بالنسبه للملعب المعمور يتحل لنا اول ولا بعد شحال راح نحتاجو ليه بزاف وما كرهناش يكون الاصلاح تاع ملعب المنتزه لان ملعب المنتزه راه هز هذا كبير تاع الجاليات تما يفكروا فيه شويه بزاف حيت فات راح تعلموا ما بغاش يدوا فيه لان خاصنا يسير تما وخاصني يتصلح على الاقل تصلح هذا كبير ياش ديالو فهمتي شي على الاقل يسمح للوليدات الثاني ماتش تاع ميكانيكي تكون فروق داخل المدينه يستافدوا منه. شكرا سي جواد على هذا التدخل.